إن الهواء قوة خفية واقتصادية هامة تحافظ على التوازن البيئي والحياة على كوكب الأرض، حيث استطاعت مجموعة الوادي الاستفادة منه بالشكل الأمثل وطرحه في السوق تحت اسم تبريد. تعمل خلايا تبريد على خفض درجات الحرارة حتى 20 درجة مئوية عن طريق استخدام معدلات الرطوبة النسبية. تصنع خلايا التبريد من ورق الكرافت عالي الجودة، ثم يغطس الورق في مادة كيميائية، ثم يقطع ليدخل في عملية التجعيد. وبعد ذلك يتم تجميع ولصق شرائح الورق بمادة عالية الجودة وعديمة اللون والرائحة في تسلسل متقابل يشبه خلية النحل، يسمح بمرور وتدفق الهواء الساخن خلاله بشكل انسيابي. إن الجودة العالية والبنية القوية لخلايا تبريد منحتها قدرة فائقة على الامتصاص والطرد السريع للمياه وتحمل أقصى الظروف المناخية، مما مكنها من خفض درجات الحرارة الداخلية للعنابر حتى 20 درجة مئوية بكفاءة عالية ولفترة زمنية طويلة. أثبتت خلايا تبريد تفوقها في مزارع الدواجن والصوب الزراعية والمصانع. في الوقت الذي عجزت فيه التهوية النفقية عن تحقيق النمو المحتمل للدواجن، نجحت خلايا تبريد في خفض درجات الحرارة لأقل من 26 درجة مئوية داخل عنابر الدواجن، مع المحافظة على درجات الحرارة المثلى لقطعان دجاج التسمين والبياض، وتحقيق أعلى معدلات الربحية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للعنبر الواحد بنحو 25%. تعمل خلايا تبريد على خفض درجات الحرارة الداخلية للصوب الزراعية بنحو 12 إلى 14 درجة مئوية، مع توفير نسبة الرطوبة المثالية، مما يؤدي إلى انتظام الدورة الزراعية، ويمكن المزارعين من توفير محاصيل زراعية في غير موسم زراعتها، بالإضافة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصوبة بنحو 40%، مع الحفاظ على جودة عالية للمحاصيل. وبخلاف أجهزة التبريد الكهربائية، يتميز نظام تشغيل خلايا تبريد باستهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة الكهربائية، مما يؤدي لخفض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على سلامة وصحة العاملين ورفع كفاءة آدائهم. توفر خلايا تبريد التهوية ومعدلات الرطوبة المناسبة داخل وحدات الإنتاج الصناعية، بالإضافة لخفض درجات الحرارة الناتجة عن معدات الإنتاج المختلفة. يمكن استخدام خلايا تبريد أيضاً في أبراج التهوية الصناعية كبديل للمواد التي تستخدم في تلك الأبراج. تساهم تبريد في رفع كفاءة الإنتاج بصورة عملية اقتصادية وصديقة للبيئة.